طلب مني ومن كل الأساتذة إنه نأخذ موقف ونتحرك مشان حملة المصالحات. شو هاد؟ والله إذا بيدروا فينا لحتى يفرمونا فرم. لكن نخسر الوظيفة والراتب يعني؟ إيش بقى؟ ومين يضمن النظام ما يعتقلنا أو يذبحنا؟ ليش ما سمعت إنه طلع فرقام عن كل واحد بيرجع لضيعته؟ يا علي، الأخبار بتقول إنه في نشاط واضح لمروجي المصالحات. مسلسل طريق النهاية يأتيكم كل سبت الساعة 2 مساء بتوقيت مدينة إدلب. طريق النهاية. نقلوا لنا الأتراك عن اللقاءات التي حصلت في موسكو، كانت هي مرتبطة اللقاء اللي حصل في. السلام عليكم، كيفو جارنا الحبيب أبو محمد؟ وعليكم السلام، أهلين أبو ناس. أخي بس لا تسألني لا كيفك ولا شو. أوف أوف أوف، خير؟ شو صاير معك؟ لك عود عود عود، اسمع شو عم يحكوا بالأخبار، ولا مالك عايش بالدنيا؟ مو دريان بقصة المصالحات؟ مو فشر وفشر أبو رقبة تبعهم نصالحه، الله ينتقم منهم ومنه إلهي. لا، وبكل وقاحة عم يدعو للمصالحة مع هذا النظام. لك معقول يا أبو محمد؟ مين هذا الفهيم اللي بيحط إيده بإيد واحد إيديه ملطخة بدم الشهداء؟ الله المستعان الله المستعان. لك نظام دمر سوريا وهجر أهله وقتل شعبه بالكيماوي والبراميل. لك ما خسباتهم هالأندال الأوغاد؟ لك ما خسوا؟ الله يعجل بخلاصه من هيك طاغية، دمر البلاد والعباد. آمين آمين، الله يسمع منك يا رب. تعرف لك أبو أناس؟ شو أخي محمد؟ قلي أخي. أنا بموت من الجوع ولا بصالح هذا الزلمة. لك ما في حدا حر وعائل هون بالمناطق المحررة، لك بيرضى يحط ايده بايد ابو رقبة ويصالحه يا ابو محمد؟ ما حدا بيرضى. صحيح كلامك، بس هدول مو سهلين، بكرة بجندولك عالم تروج للمصالحات بمناطقنا. كل واحد بيتجرع على هالموضوع ماله منا الا السيف وبس. لازم الثوار والمجاهدين ما يرحموهم ما يرحمون بنوب. نحن كمان واجبنا نفضحهم ونشهر فيهم قدام كل العالم. أسأل الله أنه يفضح كل واحد خاين ومنافق قاعد بيناتنا يا أبو أناس، أسأل الله ذلك. آمين آمين يا أبو محمد آمين. هات هات ناولني هالغاز من قدامك لنساوي فنجان قهوة، حاكم راح يطق مخي. هات. إي والله بدها فنجان قهوة، والله بدها. شو الوضع عندك؟ الوضع ممتاز، وفي حشود كبيرة رافضة المصالحة وعم تدعي لإسقاط النظام. تمام يا علي، مثل ما فهمتك لازم نأمن ونحمي المظاهرة من أي اختراق أمني. حاضر، وإن شاء الله الأمور تمام، لا تأكل هم. إن شاء الله. الو الو، كيفك يا استاذ ابو عزام؟ والله اهلين بالاستاذ ابو جواد، والله داعي لك بالخير، شلونك انت؟ مو تمام مو تمام. لا لا خير، طمني ايش في؟ لك وين همتك انت وزملائك من يلي عم يصير بالبلد؟ اين قصه وين هي؟ ما فهمت عليك، ايش قصتك؟ لك بقصد من المبادره يلي طرحها سياده الرئيس. ايه قصدك التسويات والمصالحات. ايه، وكانك ما عم تسمع اخبار.
لك عاب بسمها بس ايش طالع بالايد؟ بيطلع بايدكم كتير، بيطلع بايدكم. طيب مثل ايش فهمني؟ انكم توعوا الناس تصحوهم وتنصحوهم يوافوا على المصالحة، خاصة بعد العفو الاخير. مستحيل لك والله المسلحين بقصوا راسي، ايش عم تحكي؟ البلد بدها تضحية يا استاذ، صح ولا لا؟ لك صح صح. لك شوف شوف زملائك المخلصين للبلد ولسيادة الرئيس شو ساووا، يبلشوا يروجوا للمصالحة بين الأهالي والأمور بخير. طيب طيب بدي اسمع منكم أخبار طيبة، مفهوم؟ مفهوم مفهوم، أنا بانتظاركم. سلام. الله معك. اللي عم بيقلبه بده يخرب بيتي ويقص راسي، ما بيعرف شلون. لك ما بيعرف هدول هني هون مسلحين، ما مع مزح طاول ايده وقص الروس. لا ايده والكاف. بس ايش بدي اساوي؟ يلا بلا ما اخسر وظيفتي والراتب بتبهدل بعدين. احسن شيء اتصل بأبو مصطفى واخذ رايه بالموضوع. يلا صح. اهلين بالاستاذ ابو عزام. شلونك يا ابو صيف؟ الحمد لله الحمد لله. آخ يا أبو الصيف آخ. خير خير والله، شغلت بالي. لك من شوي كان عم بيحكي معي الأستاذ أبو جواد. أبو جواد؟ خير شو بده؟ طلب مني ومن كل الأساتذة إنه ناخذ موقف ونتحرك مشان حملة المصالحات. شو هاد؟ والله إذا بيدروا فينا لحتى يفرمونا فرم. لك أن نخسر الوظيفة والراتب يعني؟ إيش بك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب شو بدنا نعمل؟ ما في قدامنا غير الحل، نروج للمصالحات بين الناس ونحاول نقنعهم ان المصالحة افضل من الحرب. ايه صحيح هذا الكلام، بس يعني بس ايشو يا ابو سطيف، بدك تخسر كل شيء يعني؟ اكيد لا. معناتها انا راي ابلش احكي مع زملائنا ومع المؤيدين للدولة، بس بدي الامر يكون سري. ها تمام، وانا رح احكي عن المصالحات بالمخيمات، يعني بطريقة غير مباشرة من تحت لتحت. تمام يا ابو سطيف، رح نكثف جهودنا هلا على المخيمات بالمرحلة الأولى. ايه ورح نعمل مجموعة على الواتس أب مشان الموضوع هذا. ايه تمام، هيك بيكون أفضل وأسهل للعمل. يلا أنا رح أبلش أتواصل مع بقية الزملاء، بدك شي؟ لا لا أخي سلامتك، الله معك. السلام عليكم. لك وينك يا ابو محمد؟ ليش ما اجيت على المظاهره؟ اهلين ابو ناس وعليكم السلام. لك شو ما اجيت؟ لك انا طلعت بالمظاهره اللي طلعت عنا بالضيعه. اخي يا ابو محمد، اخ عينك تشوف الغضب اللي عند الشباب والمتظاهرين، بس عينك تشوفهم ما احلاهم. الحمد لله، والله الحمد لله، انا ارتفعت معنوياتي كتير بهالمظاهرات هاي. بتصدق لك ابو ناس؟ بصدق لك ام ما بصدق؟ لا اله الا الله. لك عمي ما بصح الا الصحيح. أنا كنت خايف إن الناس تكون ملت ورح ترضخ لها المصالحات. مستحيل يا رجل، ما حدا بينسى اللي سواه وعم يساويها النظام القذر فينا، ما حدا بينسى. أخي الحمد لله على كل حال، تفضل نصيك شي. فوت فوت. اي والله، يلا يا رب يلا. اهلين الاستاذ مصطفى، والله نورت مخيمنا. اهلين فيك اخي ابو عيسى، طمني ان شاء الله مرتاح بهالمخيم. اخ يا استاذ ما حد مرتاح، ولكن مجبورين، شو بدنا نعمل؟ كيف يعني مجبورين؟ ومين اللي جابك تقعد بهيك مخيم؟ كيف يعني استاذ؟ ما فهمت. انت عندك 5 اولاد وامك مقعدة صح؟ ايه صحيح. طيب ليش ما بترجع على ضيعتك وبتعيش ببيتك، مو احسن؟ ارجع الضيعة؟ يعني إيه؟ عندي نظام؟ ايه وين المشكلة يعني؟ ومين يضمن النظام ما يعتقلنا او يذبحنا؟ ليش ما سمعت انه طلع عفو عام عن كل واحد بيرجع لضيعته؟ والله اذا طلع 100 عفو انا ما بأمل للنظام. اذا خايف انا بحكي لك مع صاحبي يزبط لك الوضع، هو موجود بحماه. استاذ ام مصطفى اذا حاب نضل حبايب سكر على هالموضوع. طيب بس خليني فهمك شغلة. استاذ قلت لك سكر على هالموضوع. اخي تستفل وهاي سكرنا على الموضوع. ايه اشرب قهوتك استاذ. مشروب الهنا اخي، انا بدي امشي. ماشي الله معك. سلام. العم عم نحترمه ونقدره،
ويطلع معه هيك، الله المستعان. معك يا ابو الصيف، تفضل. كيفك استاذ ابو عزام؟ اهلين يا ابو الصيف، الحمد لله بخير. طمني، ايش صار معك يا اخي؟ الموضوع جدا صعب وفي رفض كتير. بعرف، وانا خبرت ابو جواد بهالموضوع وطلب مني نغير الاسلوب ونحاور باكثر من طريقه. طيب ماشي، مثل ما بدك استاذ. معلش، الموضوع ببدايته بكون صعب شوي وبده شويه صبر. تكرم اخي، رح نصبر، شو بدنا نعمل، مضطرين. يا علي، الأخبار بتقول إنه في نشاط واضح لمروجي المصالحات. صحيح سيدي، وصار عندنا كذا تقرير بهذا الموضوع، والمستهدف الأول هو أهل المخيمات. لازم يكون في عندنا ردع قوي لهذا الأمر، ويكون في حملة توعية مضادة للمصالحات. يا علي، الناس كلها بتعرف إجرام النظام وما في داعي لحملة التوعية. طيب شو الحل مع هيك أشخاص اللي عم يروجوا؟ هدول مرض خبيث ولازم استئصاله من جذوره، ونحن جاهزين لهذا الأمر إن شاء الله. طيب خلي الشباب جاهزة وانتظر مني أمر للتحرك. حاضر. هات لشوف، شو الأخبار عندكم؟ للأسف ما في شي جديد. كيف يعني؟ وين همتكم؟ وين ثقلكم بالموضوع؟ حاولنا كتير بس ما لقينا تجاوب معنا طاول إلا قلة قليلة. بس جهات تانية كان رصيدها أكبر من يلي عم تحكيها أستاذ. رح نحاول من جديد وبأسلوب تاني إن شاء الله. لازم تحاول ولازم تتحرك أكتر وأكتر، بدنا نفرغ المنطقة من الحاضنة الشعبية. تكرم أستاذ. برجع بقلة، بدي أخبار طيبة يا أبو عزام. حاضر. ما ضل عندي غير أسلوب التهديد، يا بترجع تقبل بالمصالحة يا أما مصادرة الأملاك. هاي أحسن وأقوى طريقة، وراح أخبر أبو الصيف عليها أمام. يلا. أهلين أبو مصطفى. سمعت خبر مو منيح وإجيت مشان خبرك. يا خير، عم اسمعك. يا سيدي، سمعت انه النظام بده يصادر املاك كل واحد بيرفض المصالحة. وانت مين خبرك؟ مو قلت لك انه الي صاحب بحماه، هو امبارح دق لي وخبرني. الله المستعان. يا ابو عيسى، انت هون مسؤول المخيم، واذا انت رجعت ممكن كل المخيم يرجع معك. ولهيك اخترتني انت من بين كل اهل المخيم؟ ايه، وفي عدة اسباب تانية. طيب اخي، اتركني لبكرة افكر بالموضوع. يا سلام عليك يا أبو عيسى، شفت ما أحلاك هيك؟ بصير خير إن شاء الله، بصير خير. أنا إن شاء الله بكرة مثل هلأ بيجي لعندك. أخي اتكل على الله ونعم الاتكال. يلا أخي، السلام عليكم. احترامي. أهلين علي، تفضل ارتاح. سيدي، هذا مفصل البلاغ اللي تلقيناه من أبو عيسى. هات لشوف. الظاهر أبو مصطفى بكرة بعد الظهر جاي لعنده، أكيد مشان يسمع ردنا أبو عيسى. طيب خلينا نعمل كمين لأبو مصطفى بخيمة أبو عيسى، وما في داعي حدا ينتبه علينا. بكرة إن شاء الله قبل الموعد بساعة منكون عنده بالخيمة. تمام، وبس يقع بالكمين منحقق معه بنفس المكان مشان نعرف شركائه، ومباشرة متوجه لعندهم. طيب يا سيدي، والأسماء التانية اللي عندنا شو نعمل فيها؟ كله محسوب حسابه يا علي، انت مهمتك كمين ابو عيسى والباقي علي. حاضر. طمني اخي ابو عيسى، شو صار معك؟ بشو؟ شو بنا ابو عيسى؟ مو امبارح حكينا بموضوع المصالحة ورجع على الضيعة؟ مبلا وخبرك تجي اليوم عشان تجي تاخذ الجواب. ليه؟ مين هدول؟ ونحن الجواب تبعك. شو في ابو عيسى؟ شو صاير لك؟ شو في؟ اسمعني ولا ابو مصطفى، احكي مين شركائك ومع مين عم تنسق، والا بحكي.
الله يوفقك، بحكي لك كل شيء، بس لا تفضحني، أنا أستاذ ومعروف بكل المخيم. والله الموضوع عندك، احكي كل شيء وبلا فضايح. حاضر حاضر، راح أحكي لك كل شيء. احكي كل شيء وبسرعة. الله يعطيك العافية يا علي، عمل ممتاز. الله يعافيك يا سيدنا، الحمد لله اعتقلنا الكل وما نفت حدا منهم، وهذا بفضل الأهالي والمخلصين للثورة. الله يجزاهم الخير، ما قصروا معنا الحمد لله. وهلأ صار دور القضاء، بدهم عقوبة تردعهم ويكونوا عبر لغيرهم، وهذا اللي راح يصير إن شاء الله. إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر، والأستاذ أبو عزام كمان لك الله أكبر. شو عم يصير؟ إيه والله يا أبو محمد، أبو عزام طلع من ضمن المروجين كمان، لك الله ينتقم منهم. بس آمين. إنه اللي بدي أعرفه، شو في عند النظام لحتى عم يروجوله هيك؟ شو في؟ في تعفيش ومخدرات وتشبيح، لك عندهم كل شيء إلا الشرف والكرامة. الله المستعان، لك لا عندهم كهرباء ولا مازوت ولا غاز ولا الخبز بكفيهم، لك عشو بدهم يرجعوا لك أبو أنس عشو؟ الحمد لله لك أخي، الحمد لله استأصلوهم قبل ما يكفوا مهمتهم. لك هدول مرض خبيث خبيث، وهذا لازم يصير مصير كل واحد بيفكر بالمصالحات. الشغلة مو هيك أبو أنس، مو هيك؟ لك قال لك عمي الشغلة مو هيك، بس الله يقوي الشباب، ما قصروا معنا منوب. آمين يا رب آمين. طريق النهايه.